واحد فيه في مكان قافل علي باب بيخف يوم يفتح تاني أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى بس انا على ما اظن ان حد من السلطه ظابط يعني. طب ومين الظابط يعني اللي ممكن يعمل في حازم حاجه زي دي؟ ابنك محتاج قرصه ودن جامده مني عشان يتوب ويلم نفسه، لان الكلام خلاص ولا هيجيب نتيجه. احلى مسا. ايه يا باشا؟ ايه في ايه يا باشا؟ انتم مين؟ برافو عليك، اثبتت لي فعلا انك ابن رياض الفول. بعد اذن حضرتك انا عايز اتصل بوالدي وبطلب طلب رسمي اني مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. وبعدين انت عارفه ان انا ما بتاخرش عن اي واد، بس الموضوع مع الناس دي بالذات في حساسيه شويه. جو ما بتصالحش في الاماكن العامه، بيتصالح في الاماكن المغلقه. خلاص فهمتك يا جو. تعوزني اروح له؟ لا ده انت كده بتغلطي فيا بقى. اسف انا طلبت منك خالد بس كيفهم كلهم ليه؟ انا عايز افهم ايه اللي حصل لمراتي يا دكتور. انا كنت سايبها زي الفل. ساعة مرات الأستاذ حازم ما دخلت علينا والواحد ما شافش يوم عيد. عايز تهزق أخوك تاني؟ يلا اتفضل. حقك عليا. شوف أنت حرقت مين وأنت مش واخد بالك. مفيش غير واد ظابط كده لسه ضربه من قريب. موضوع القبض على عمرو ده ممكن يبوظ لنا كل حاجة. حتة بلاش صغير من واحد صاحبه تافه ممكن يتسبب لنا إحنا إنه يوقف لنا مشكلتنا الأساسية وهي القبض على العصابة الكبيرة للمخدرات. ده كمان يا فندم ممكن ترسى على جنحة بيع أدوية معذورة. تخيل بقى بعد كل التعب والمجهود ده يطلع على فشوش. تعالى.
فندم دي صورة من تقرير معمل الجنائي لحضرتك. شكرا. تحت امرك. اتفضل. الله. كملت. تقرير ايه ده يا فندم؟ تقرير معمل الجنائي بتاع الحرز اللي لقوه مع حازم الطرف الثاني في الشبكة. بيقول ايه التقرير ده يا فندم؟ بيقول ان المادة اللي مسكوها معاه ما طلعش فيها أي نوع من أنواع المخدر. طلعت بيكربونات الصوديوم. معقول؟ تخيل. الطرف الوحيد اللي مسكناه وكان ممكن يوصل لنا حاجة خلاص طلع منها براءة. أنا مش فاهم اللي بيحصل. الدنيا كانت ماشية كويس. فجأة بتبوظ. الموضوع كده اتعقد خالص يا فندم. مش عارف أنا إيه اللخبطة دي. تفتكر يا فندم يكون الحرز اتبدل عشان القضية تبوظ؟ خلي بال حضرتك إن رياض الفولي اللي ماسك القضية دي محامي مش سهل. ولو حتى الحرز ما اتبدلش، حضرتك عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن كان في حد عايز يلبس حازم تلبيسة كبيرة قوي ويقرص ودنه. والقرصة دي يا فندم مجرد إنذار. يعني المرة الجاية هيوديه في داهية بجد. السؤال هنا يا فندم، مين اللي عايز يقرص ودان حازم القرصة دي؟ عجبني تفكيرك يا حسن. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده يا ملك؟ بقول لك جابت لي كل الاوراق الطبيه لتثبت صحه كلامها. طب هي ما جابتليش انا الورق ده ليه؟ وليه اصلا تدخلك في الموضوع؟ تلاقيك بس ما اديتهاش فرصه يا خالد، كنت بتهاجمها اول ما بتجيلك، واعتقد بقى ان هو ده اللي حصل من غير ما تقولي، مش كده ولا ايه؟ طب انا ايه اللي يضمني ان الورق ده مش مزور؟ دي اوراق من مستشفيات ومعامل محترمه يا خالد، وبعدين انت دكتور وانا دكتوره، يعني لو فيها اي حاجه مزوره احنا هنكتشفها، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ انا مش قادر اقتنع. طيب انت مش قادر تقتنع ولا مش عايز تقتنع؟ لانها تفرق كتير. انا بصراحه يعني مايله للتانية اكتر. ليه بتقولي كده؟ مش عارفه يا خالد، بصراحه يعني ده احساسي. انا عارفه انك فقدت الثقه في ايمان من زمان، ده غصب عنك وحقك طبعا. متهيألي يعني لو ظهرت اي ثغره صغيره تثبت انها بريئه انت نفسك مش هتصدق. جايز يكون عندك حق، بس لما هي واثقه قوي كده في كلامها ليه رافضه ان ابنها يعمل تحليل دي ان ايه؟ هي بتقول انها مش عايزه تحط ابنها في اي موقف محرج، بس مش اكتر. بسمتك ده كلام يقنع اي حد يا ملك. انا متهيألي بس يا خالد ان هي حتى لو عملت التحاليل وطلعت ايجابيه انت برضو مش هتصدق. ايه مالك؟ في ايه؟ الوجع رجع لي تاني يا خالد. لا يبقى لازم نروح للدكتور. لا لا الموضوع مش مستاهل يا ستي، اهو نطمن. ان شاء الله يا خالد. تأكد. طمنا يا صفية. عمرو أخباره إيه؟ إيه يا رياض؟ ما هنحن ولا إيه؟ ما أنا قلت لك بقصة ودن بس. بس تصدق يا أخي هو مستغرب قوي إنك ما سألتش عنه. ما سألتش عنه؟ الله على عيني. لا لا لا، بقول لك إيه؟ جمد قلبك، خلينا نكمل للآخر. يعني تفتكر الموضوع ده هيتلم على طول؟ بص يا رياض، الموضوع في ايدي. اول ما احس انه اتعدل وتاب انا هطلعه على طول. انا قاصد اسيبه سواب عند الجنين عشان يعرف ان الله حق. مش عارف الواد ده بيعمل في نفسه كده ليه. اصحاب السوق يا رياض، اصحاب السوق اللي ملموم عليهم، خليه يبعد عنه. عندك حق يا صفيه. تعرف ان مفيش واحد منهم جه يزاره؟ خايفين ان رجليهم تيجي في القضيه. على الله الموقف ده بقى يكون كشفهم قدامه وقطع علاقته بيهم. انت كمان عليك دور مهم جدا جدا بعد ما يخرج باذن الله. بس انا ما اخبيش عليك، خايف الموقف ده يعني يتسرب للجرايد. لا 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 لا، اوعى تخاف، انا فارض سريه تم على الموضوع ده للجرايد. والله ما عارف اشكرك ازاي، انت اكتر من اخ يا صفي. احنا فعلا يا رياض اكتر من اخوات. انا عايزك تطمن خالص، ده احنا معقول عاملين الموضوع ده بالذات عشان ننقذ سمعتك من ابنك او مضرك. طب طمن يا رياض، الموضوع تحت السيطره. تشكر تشكر قوي يا صفيه. اشرب اشرب. كان لازم اشوف عروه. انتوا ضحكتوا عليا وجبتوني على البيت على طول.
يا طنط حضرتك لسه تعبانه وكان لازم تروحي، وبعدين حضرتك اتصلتي اطمنتي عليها الصوت والصوره ولقيتيها زي الفل. يا حبيبتي دي بنتي، كان نفسي اشوفها واطمن عليها. كلها بكره ان شاء الله وتكون عندك. وبعدين يا ستي انت شايفاها اهي بقت كويسه قوي. انت متاكده انها هتيجي بكره؟ ان شاء الله، يعني لا قدر الله، يعني لو ما خرجتش انا هوديكي بنفسي ليها، بس ان شاء الله هتخرج. وحازم، عايزه اروح لحازم. هو مش مستر رياض طمنك عليه؟ انا كنت عاوز اسالك سؤال، انت متاكده من الكلام اللي قايله لك ايمان؟ والله يا طنط الاوراق كلها اللي جابتها لي بتقول ان الكلام اللي هي بتقوله ده حقيقي. انا الموضوع ده مش داخل دماغي ابدا. حضرتك بتقولي نفس الكلام بتاع خالد. خالد قال كده برضه؟ ايوه. خلاص بقى، يبقى لازم نعمل تحليل. ايوه، عشان نقدر نشكل باليقين. زي ما حضرتك عايزه. الحمد لله، ده احنا بقينا تمام خالص ونقدر نخرج بكره. بجد يا دكتور؟ الحمد لله. الف سلامة عليك يا حبيبتي. على فكره يا مدام اروى، انا ما شفتش حد بيحب مراته قد الباشمهندس. من ساعه ما انت جيتي هنا مع اننا طمناه، بس الراجل سايب حاله وماله وقاعد جنبك. مش قوي كده يا دكتور. انا باشا اتشالت حق. شفت يا دكتور؟ على طول ظلاني كده. ربنا ما يجيبلكوش اي حاجه وحشه تاني. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شفتي بقى إنك على طول ظلماني. ظلمك؟ بعد كل اللي شفته بعناية وبرده ظلمك؟ شفتي إيه بس يا عروة؟ واحدة وقابلتها صدفة. صدفة؟ رحت الغردقة صدفة. في نفس التوقيت اللي هي قاعدة فيه هناك برضو صدفة، في نفس الأوتيل صدفة برضو. يا محسن الصدف. حظ الأسود بقى، هعمل إيه يعني؟ بص أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده خالص، أنا كل اللي هاممني دلوقتي أميرة. أيوة أميرة، أنا برضو كنت عايزة أتكلم معاكي في موضوع أميرة. أنا عايزة أسفرها بره تتعالج، وعايزك تساعدني في ده. ماشي. يا فراولة، ايه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ يا حبيبي الحمد لله على السلامة. يا حبيبي الحمد لله، الحمد لله على السلامة. انا لما شفتك خلاص بقيت كويس. انا الحمد لله كويس. عادي يا حبيبي. شفت حازم طلع بيتاجر في النشوء مش زي المخدرات زي ما بيقولوا. يا حبيبي يا حبيبي، حاجة غريبة قوي. ده حد كان عايز يأذيني ويدمرني. ان شاء الله هو واهله اللي تشدد له. مين انت اللي متغاظ منك قوي كده؟ لا ما تقلقيش، انا مش ههدي ولا يرتاح لي بال لما اعرف هو مين، وحتى لما اعرف مش ههدي برضه. خلاص يا حازم بقى المسامح كريم. وبعدين العيله زي ما انت شايف الفتره اللي فاتت كان عندها مصايب قد كده، يعني فيها اللي مكفيها. كفايه الفتره اللي فاتت اللي كان بيحاول يحاربنا باسلحه دمار شامل ده. ليك حق يا يوسف، انت بتتكلم جد مش هزار. ما هي مش صدفه ان كل البلاوي دي تحصل لنا في وقت واحد. انا عايز افهم موضوع سهيل ده فجأة بقى واكل دماغك ليه؟ مش عارف ليه بدأت أربط حاجات غريبة كده ببعض. حاجات زي إيه يعني؟ أنت مش ملاحظ إن من ساعة ما فاطمة اتجوزت حازم والمصايب عمالة تحصل لنا؟ في دي عندك حق. طب ومين بقى أم فاطمة؟ سهيل. بس ما تنساش إن أول مصيبة حصلت لنا إن فاطمة اتخطفت، أكيد سهيل مش هتخطف بنتها. وأنتش ضمنك. إيه يا عم اللي بتقوله ده؟ أنت هتعمل فيلم هندي أشرف ولا إيه؟ وهي فاطمة لما اتخطفت حصل لها حاجة؟ لا بس هي بس ايه؟ دي رجعت ما فيهاش ولا خدش، وبتقولك ما شافتش حاجه وما تعرفش حاجه. طب بلاش، مين غيرها يعرف رقم الخزنه بتاعت حازم لما اتسرقوا في الاقصر؟ في ايه يا عشر؟ انت بتشك في سهيلة ولا في فاطمه؟ هي سهيلة ايه وفاطمه ايه؟ ما الاثنين واحد. اشرف انت كل ده عشان سهيلة زارت اروى في المستشفى؟ لا معلش بقى، ده الزياره دي بالذات كان ليها هدف. كانت عايزه تبلغ اروى كده مصيبتين عشان تنهار وحالتها تتدهر.
معقول سهيلة تشتر ده؟ وانت ليه شايفها ست طيبة؟ أنا أصلاً طول عمري شايفها ست عاملة زي الحي. بصراحة في دي كمان عندك حق. طب قول لي عايزنا نعمل إيه؟ متشكرة قوي على سؤالكم علي. ما تقوليش كده يا فندم هاني، إحنا برضو في يوم من الأيام كنا أهل وعشرة، والعشرة بتهونش إلا أولاد الحرام. ربنا يديم المعزة يا حكمة. الحمد لله على سلامة حازم يا طنط، وإن شاء الله أروى كمان تطلع المستشفى وتبقى كويسة. متشكرة يا إيمان. هو في إيه بس يا فندم هاني؟ واضح إن أنتوا واخدين عين جامدة قوي. والله ما أنا عارفة يا حكمة، إحنا بقينا كل يوم الصبح نصحى نقول يا ترى هيحصل إيه النهاردة؟ معلش يا طنط، فترة وهتعدي إن شاء الله. وإزاي ابنك يا إيمان؟ حضرتك تقصدي حفيدك. ما هو أنتِ اللي غلطانة. أنتِ اللي مخبيه عننا. إحنا بس ما كناش عايزين نزعجك. أنتِ عارفة برضو بعد انفصالها عن الدكتور خالد بقى الموضوع حساس شوية. آه. بس ما ينفعش حد يخبي ابنه عن أبوه إلا إذا كان الموضوع يعني في حاجة مش طبيعية. حضرتك تقصدي إيه بالظبط يا طنط؟ هي ما تقصدش حاجة خالص. إحنا فعلاً غلطانين. إن إحنا فعلاً خبينا عليك الوقت ده كله. بس خلاص بقى. اللي فات مين؟ احنا ولاد النهارده. هاي حبيبي، أخبارك إيه دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي يعني؟ يعني بعد ما رجعت بقى البيت واستقريت وارتحت كده يعني. يعني كويس. يعني إيه؟ هو في حاجة تانية ولا إيه؟ هو أنت مش واخدة بالك ولا إيه؟ أنا من ساعة ما اتجوزتك والمصايب عمالة تنزل على دماغي واحدة ورا التانية. حاجة تقرف. هي فعلاً حاجة تقرف. طب كويس إنك عارفة. ولازم تعرفي برضو إن أنا عمري ما هسيب حقي. إيه بقى؟ ناوي ترفع قضية على البوليس ولا إيه؟ أنا لازم أعرف مين اللي لفق لي الموضوع ده، الموضوع ده غريب. يعني إيه حد يحط لي كوكايين في العربية وبعدين نكتشف إن مفيش حاجة أصلاً؟ اللي عمل كده كان عايز يوقعني في حفرة ما أطلعش منها أبداً. بس حظ أم الذكر هو مش عارف هو بيلعب مع مين. بس اللي عمل كده يعني ما سابش وراه دليل يخلينا نعرف مين هو. بيتهيألك. مفيش أي موضوع زي ده بيحصل ما بيسيبش وراه دليل. مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة. لازم فيها سهرات. أي مجرم في الدنيا لازم يسيب وراه دليل وهتشوفي. وإيه بقى الدليل اللي عندك؟ لا ما دي بقى أسرار. وبعدين أنت لازم تعرفي كويس قوي اللي عايز ينتقم. ما بيقولش أسراره لأي بني آدم في الدنيا وبالذات مراته. وبعدين تعالي هنا. انت مالك شغله نفسك بالموضوع ده قوي كده ليه؟ يعني ايه شغله نفسي بايه؟ هو انت مش جوزي والطبيعي ان انا اهتم يعني ولا ايه؟ المفروض. هو انت بتشكي فيا ولا ايه؟ ليه يا حبيبتي دماغك راحت لبعيد كده؟ انا لو عندي شك واحد في المية انك بتخوني كان زماني من زمان قوي اديكي طلقتين في دماغي. طب كتر خيرك بقى يا حازم بيه. ايه بقى سر نظراتك الغريبة دي؟ نظرتي مش غريبة ولا حاجة. انتي بس اللي عينيكي مش شايفاني صح. ماشي. المهم يعني ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ كان واجب برضو يا ماما انك تيجي تزوري أروى في البيت. يا سلام، وانا عيد كم مرة ما كلفتش نفسها حتى تكلمني مرة واحدة بالتليفون. بعدين يعني كنت هروح لها فين؟ اروح لها الغردقة. طب ما هي جت القاهرة لها يومين. حاضر يا اشرف، عشان خاطر عيونك بس هروح ازورها. بقول لك ايه صحيح؟ انت تعرفي اللي اسمها سهيلة دي؟ سهيلة مامة فاطمة؟ اه. خير، تسأل عليها ليه؟ يا مي، بقولك يا مي عايزك تكلمي الدكتور ياسر وتأكدي عليه بعد بكرة يكون في العيادة.
عندنا مريضة هنعمل لها عملية في الليثة، هو الوحيد اللي يقدر يعملها. طيب تمام. لا لا خلاص، هشوفك بكرة إن شاء الله. مع السلامة. مساء الخير يا دوك. مساء الخير يا اللي مكبر دماغك. اتفضل اقعد. بدأنا. ليه بقى مكبر دماغي؟ أنا عايز أسأل سؤال. هو أنت مش هتبطل العك اللي أنت بتعمله والفضايح اللي أنت فضحها لنا دي؟ أنا فضحكوا؟ طب أنت عارف من قرارة نفسك إن يوسف هنداوي ده شرف كبير قوي للعيلة من أولها لآخرها. شرف؟ آه. والدليل على كده إن أنا أبعت لك مريضة عندي ست محترمة عشان تعمل لها ديكورات شقتها. تروح داخل معاها في علاقة. أنت قصدك على ياسمين؟ آه طبعًا. طب أنا عارضة ذمتك. عارضة ذمتك يا شيخ. ياسمين دي ينفع تقف قدامها كده وتقاومها؟ ده انا بقف قدامها ولا بعرف اجيب يمين ولا شمال، بحول ببقى في السنتر بوينت عدل على طول. ده ايه الرومانسيه اللي انت فيها دي؟ ده انت شويه شويه هتقول لي شعر. شعر؟ ده انا شاعر قوي فعلا. يعني هكتب شعر ونثر وكل حاجه، ده انا هغني لها كمان. اصل انت خالد انت ما سمعت صوتها في التليفون؟ اول ما بسمع صوتها في التليفون بتعزف على اوتار قلبي، انا بفكر انتج لها سي دي كمان. لا والله. طب لما انت واقع قوي كده تروح يا سيدي تتجوزها وهو ربنا يبقى هداك ونخلص منك ومن وجع قلبك. يا ريت اخويا، بس انت متخيل فريده هانم فراوله ينفع توافق على حاجه زي كده؟ مش هتوافق ليه ان شاء الله؟ ياسمين كانت متجوزه مرتين وكمان ايه عندها ابن، والاعلى بقى مش مصريه، وانت عارف فراوله ما بترضاش بالحاجات دي خالص، تقاليد العيله ما تنفعش للكلام ده. نفهم من كده بالمختصر ان انت بتتسلى بيها يومين وشكرا. لا لا لا، ياسمين دي مش بتاعت يومين، ياسمين دي محتاجة شغل، هقعد معاها أطول شوية. أنت زعلت؟ طب خلاص أنا هقول لك على سر، هتكلم جد، بس الكلام ده بيني وبينك. أنا ياسمين دي صراحة حاسس ناحيتها إحساس ما حسيتوش مع حد قبل كده. شكلي وقعت على شوشتي. يوسف هنداوي جه. بعد المشوار الطويل ده كله، شفت إزاي بقى؟ حاسس ناحيتها إحساس غريب كده، إحساس بالمسؤولية. اهتم بيها وبابنها وبخاف عليها. بصراحه البنت كمان مؤدبه ومحترمه، مش زي البنات اللي انا عرفتهم قبل كده. يوسف هنداوي وقع على شوشته. وقع على شوشته؟ والدليل انك بتخرج مع واحده تانية اسمها حنين، مش كده؟ هو انت عرفت حنين كمان؟ الله اكبر. هو انت بتراقبنا يا خلود ولا ايه؟ انا قلت لك انت ريد روز، انت مش مصدقني. يوسف بلا ريد روز بلا قرف. طب ما انت عرفت منين ان انا ماشي مع واحده اسمها حنين؟ ناس شافوك معاها وقالوا لي. ناس شافوني؟ هو الواد عمرو ونبيل ما يتبلش في بقهم فوله. عمرو ونبيل؟ بقى نعرف الاشكال دي؟ الاشكال دي تصاحبها انت وحازم اخوك عشان صيع زيكم، انما انا لا. صدق انت عندك حق، العيال دي صيع فعلا، وانا ابن ناس ومحترم وماليش في الحاجات دي، غلبان انا. يوسف. نعم. نعم ايه؟ يا اخي مش مكسوف من نفسك؟ بقى انا اخويا الصغير على اخر الزمن يخرج مع واحده بتغني في باب؟ ايه الرمرمه اللي انت فيها دي؟ رمرمه؟ انت معذور يا خالد، انت لو شفت حنين وصوت حنين ومشاعر حنين، حاجه حنين خالص كده ما تلاقيهاش اليومين دول. كان ايه يا يوسف؟ هو انا عيل صغير قاعد قدامك هتشتغلني ولا ايه؟ اقول لك ياسمين تقعد تتغزل فيها، اقول لك حنين برضو تقعد تتغزل فيها. يا اخي يا اخي بطل بقى العك اللي بتعمله ده، والله هيجي يوم تعرف من نفسك. لا ما الموضوع مش هيوصل للقرف الكلام ده، وبعدين ان الله جميل يحب الجمال، كل واحده فيهم في حاجه غير الثانيه، وانت عارف اخوك بيحب الحاجات الجميله. خلاص خلاص ما تقلقش، انا خلص موضوع ياسمين ده، بجد البنت دي انا معجب بيها وحاسس ان حياتها حاجه تانيه زي ما قلت لك. ما نشوف. ايه رايك بقى يا باشا في تلميذك النجيب؟ مش كله تمام ولسه؟ تمام. ولو فكر ولا حاول يعمل حاجه هنظبط له حاجه جديده لو تحب، بس المره دي بقى يا باشا هيبقى جنى على نفسه، لأن غالباً كده هيدخل ومش هيخرج، ومع ذلك زي ما بقول لسعادتك ولا يقدر يعمل أي حاجة. المهم المرة الجاية تعمل اللي أنا قلته لك بالظبط، لا بالزيادة ولا بالنقصان. أسفين يا باشا، مش هتحصل تاني. أصل أنا فيا عيب إن بحب أصحابي جداً، بعملهم بضمير، مخلص ليهم جداً. بس سيبك أنت يا باشا، احنا برضو علمناه الادب وبالادب. تمام. كان لازم ارسل الودن دي عشان يتربى، عشان يعرف ان الله حق. ما نشوف. طب بقى سيبك من الكلام ده كله،
انت مش ملاحظ حاجه غريبه اليومين دول في البيت؟ حاجه ايه؟ ريد روز مش ظاهره على الساحه خالص. يا اخي طب دي حاجه كويسه الحمد لله، ولا انت وحشك المصايب اللي بتيجي من وراها؟ لا مش ده القصد، بس من ساعه ما اكتشفنا موضوع عصمت وريد روز هديت. انت هتعملي زي اشرف وتقول لي عصمت هي ريد روز مش كده؟ مش شرط تكون هي ريد روز، بس ممكن بتشتغل معاها بتساعدها. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان احنا من ساعه ما قفشنا موضوع عصمت من الحكايه بتاعتها دي وريد روز هديت علينا، ما بقتش ظاهره في السحاره المستديره. انت قصدك يعني ان احنا عرفنا موضوع عصمت فبطلت تبلغ اخبارنا ريد روز مش كده؟ ما متهيألي اللي حصل ده مش صدفه. لا بص يا يوسف، انا هقول لك نفس الكلام اللي قلته لكم قبل كده، انا مصدق عصمت والحكايه اللي حكيتها لي هي، وهي بتحكي لي انا حسيت بصدقها. والله وانا كمان، انا مصدقها وبحبها وعشره عمر وكل حاجه حلوه، وعارف ان هي عملت كل الكلام ده عشان خاطر ولادها. بس يعني طب اقول لك على حاجه، مش يمكن تكون ريد روز دي عرفت موضوع عصمت وطلبت منها يا تشتغل معاها، هددتها يعني يا تشتغل معاها يا تبلغ عنها البوليس؟ ممكن طبعا. بس برضه يا يوسف انا ما اصدقش ان عصمت دي ممكن تاذينا باي شكل. الست معانا بقالها سنين، ولا عمرنا شفنا منها حاجه وحشه، ولا عمرها قالت سر من اسرارنا لاي حد. انا معاك في اللي انت بتقوله، انا بس ربطت ما بين موضوع ريد روز وان احنا اكتشفنا موضوع عصمت. معاك حق، هي صدفه غريبه فعلا. بس المهم ان احنا مش عايزين تركيزنا مع عصمت يخلينا نفقد تركيزنا مع ريد روز الحقيقيه، دي ممكن تظهر في اي لحظه وتلبسنا مصيبه تدمرنا كلنا. اه يمكن انا ريد روز ومخبي عليكم؟ لا مش انا، مش انا، خلاص انا بهرج يا خالد بس. خلاص بقى بهرج بقى. اتفضل. انا هكتب لك دواء منشط للتبويض، استخدميه مده 3 شهور ان شاء الله. يعني في امل يا دكتوره؟ ما تقوليش كده، انت زي الفل مفيش اي حاجه. ربنا يطمنك يا دكتوره. شوفك بعد شهر. متشكره قوي يا دكتوره. اتفضل. ايه ده؟ اللي مصحيك بدري كده رايحة لفين؟ مفيش، أصل أروى خارجة من المستشفى النهاردة، وأنا هروح أنا وأشرف نجيبها. أنا بصراحة حاسس بتأنيب ضمير قوي عشان ساعة ما خرجت ما رحتلهاش. ليه يعني؟ هو أنت اللي كنت فيه كان شوية ما أكيد عارفة ومقدرة يعني. أكيد عارفة طبعًا. اعملي حسابك إحنا هنتعشى برا النهاردة. هتعشى برا مع مين بقى؟ مع مين ايه؟ انا وانتي؟ غريبه يعني، ايه التغيير ده؟ ولا تغيير ولا حاجه، واحد ومراته هيتعشى برا. وبعدين انتي مش كنتي بتشتكي عشان ما تعملكيش هاني مون وحاسه انك ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ هخرجك شويه، المشكله يعني؟ مفيش مشكله على حاجه. شكلك عايز تقولي حاجه مش كده؟ انا فعلا عامل لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ خليها مفاجاه احسن. الحمد لله. لما انت حنين قوي كده كان لازم يعني ابقى تعبانه عشان اخد منك جرعه حنان. بعد الشر عليك يا فراوله قلبي، ده انت السورس بتاع الحنيه شخصيا. انا اقدر اللي مصحيك بدري النهارده؟ عندي مشوار كده الصبح بدري فقلت اصحى بدري، وبعدين كنت عايزك في موضوع كده. موضوع ايه؟ معقولة يوسف بقى عامل لي فيها واد فتك ومقطع سمكة وديلها وفي الآخر تختار زوجة مطلقة ومعها ولد وكمان مش مصرية؟ طب إيه المشكلة يا ماما؟ دي الوحيدة اللي أنا
حسيت ان انا عايز اتجوزها واكمل معاها عمري، ايه المشكله يعني؟ مالي كلام فارغ بقى وكلام افلام، انت عايز تتعس نفسك؟ طب خلاص انا ممكن ناجل الموضوع ده لغايه ما تشوفيها. شوفيها مره واحده بس، وبعدين ما عمر ما اختيار الانسان المناسبه ليا ليها علاقه اذا كانت مطلقه ولا ارمله ولا انيسه حتى. انا ممكن اتجوز واحده بنت بنوت وتطلع عين امي. ايه ولد؟ انا مش قصدي هتطلع عين، انا انت مالك انت بالموضوع يعني؟ خلاص بقى فراوله فكي بقى، وعشان خاطر جو شوفيها مره واحده بس. خلاص يا يوسف خليها تيجي عيد ميلاد خالد الاسبوع اللي جاي ده عشان خاطرك بس. اعتبريها اتعزمت على طول، احنا ما نضيعش وقتها فراوله، ما عندناش وقت نضيعه. مش ممكن، مش ممكن، فظيع. قولي بقى خالد فين؟ مش باين من امبارح. خالد ايه ماله، فيه ايه؟ لا مفيش، اصل مالك دخلت المستشفى. ايه؟ على ذكرى